الجاحظ يروي، شفت له في مكان، يقول دخل أعرابيان من أهل الشام إلى الجامع الأموي، فشافوا الخطيب يسب علي بن أبي طالب، وكان عندهم سيرة يعني هذه، يقول شتمته في الشام 70 عاما، قاتل الله كهلها وفتها، 70 سنة يسب أمير المؤمنين على منابر المسلمين، أعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم أعوادها، 70 سنة. دخلوا يقول واحد يسأل الثاني، شوف التفت، يقول له منو هذا علي بن أبي طالب اللي سبوه؟ هذا اللي قاعد يسبونه منو؟ فالثاني العبقري الثاني يقول للأول، يقول له أعتقد أنه قاطع طريق يعني، أو لص أو كذا، بلغ فيهم أنهم ما يعرفون من هو علي بن أبي طالب يسبونه. زين، في هذه إضافة إلى أن الأمويين قادوا مدرسة شاملة لتشويه الحقائق، وبالذات تشويه تأريخ وفضائل محمد وآل محمد. جابوا ناس ابعاد عن السيرة، ابعاد عن الحق، ابعاد عن الدين، جندوهم لذلك. وجابوا عاديين، مثلا أعطيك الآن أمثلة، الحسن البصري. الحسن البصري اليوم يسمونه سيد التابعين. من هو الحسن البصري؟ من هو الحسن البصري؟ اليوم كتب التفسير تتغافل عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، ما تذكر له رأي، ما تذكر الإمام الرضا، بينما تذكر قول الحسن البصري. الحسن البصري جندي عادي في الدولة الأموية، الأمويين حضروه جابوه حتى يكون أهلوه أن يكون قاضي، بعدين سووه منظر للدولة وللأمويين حتى يحمي البلاط والحكومات. ما في إلى الآن كل حكومة فيها مفتي، صحيح؟ هذا المفتي يقدر يعارض الدولة؟ يقدر يقول الدولة خطأ؟ ها؟ ويقطعون راتبة؟ ها؟ يقعد على الرصيف بكرة؟ فدائما وياها، شنو تقول الدولة؟ هو وياها. وأسسوا أناس يضعون الحديث